استعداداً للانتخابات البرلمانية، تم تجهيز الآلاف من مراكز الاقتراع. أنا هنا في أحد أكثر المراكز التي عادة ما تشهد ازدحاماً بالناخبين وسط العاصمة كاراكاس. يمكنكم أن تشاهدوا خلفي آلية التصويت التي باتت جاهزة عملياً بكل خطواتها لتمكين الناخبين من الاقتراع. يبدأ التصويت مع جهاز التقاط بصمات أصابع اليد، حيث يضع الناخبون بطاقاتهم الشخصية، فبواسطة البصمة تفتح آلة التصويت خلف الستار الحاجب، ثم تقوم آلة التصويت بإصدار صوت الناخب حسب قراره ووضعه كورقة اقتراع في صندوق حفظ الأصوات. ما الذي سيحصل هنا؟ مع الانتهاء من عمليات التدقيق الممكنة ل 54% من طاولات التصويت، ما يحتسبه الصندوق يجب أن يتطابق مع أرقام سجلات آلات التصويت. هكذا تكون عمليات التدقيق قد استكملت على مستوى النظام الانتخابي بأكمله. بالطبع ستغطي الميادين خلال هذا اليوم المهم في حياة الديمقراطية الفنزويلية، حيث تمت دعوة نحو 21 مليون فنزويلي للتصويت لانتخاب 277 نائبا للجمعية الوطنية الجديدة في سياق مرحلة سياسية هامة جدا في البلاد، حيث سيتم إنهاء مرحلة الجمعية الوطنية التي انتخبت بأغلبية معارضة في عام 2015، تلك الجمعية التي استخدمت سلطتها لزعزعة استقرار البلاد. سنوافيكم مباشرة بكل المعلومات. مادلين غارسيا، كاراكاس، فنزويلا، الميادين.